دكتور أبو الزخرطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. فبالطبع بأن من الهدايا ديال هذه الحكومة الحالية وبداية من أول يناير 2021 بعد واحد السنة اللي عرفها المغاربة وعرفها العالم الصعبة نظرا لتفشي مرض كوفيد 19، يفاجأ المستهلك المغربي بزيادة في الضريبة الغير مباشرة على التبغ والأنواع دياله. فبالطبع بأن عندما نتكلم عن التبغ كأننا نتكلم عن شيء محرم، فالناس تزيدوا فيه وتظنوا بأن ما غاديش يكون هناك رد فعل نظرا للمسائل الصحية اللي تسببها هذا المنتوج. فالمستهلك حر، فالمستهلك له الحق في الاختيار، وبالتالي أي زيادة فالجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدينها، وخاصة في المواد التي ليس هناك سبب عالمي. كما احنا تنعرفوا بان التبغ على الصعيد العالمي لم يعرف اي ارتفاع في السعر ديالو، ونتفاجأ بهذه الزيادة في الضريبة الغير المباشرة. الدريعة اللي استعملت الحكومة وهو كأنه منتج ضار لصحة المستهلك، وبالتالي كيفما كانت زيادة فهذا سيساهم في تقليص استهلاك التبغ، أي فاستهلاك القارو. فبالطبع بأن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين، وأعيد هذا القضية بأن تدين دائما الزيادات الغير المشروعة الغير المقبولة من ناحية الاقتصادية في أي مادة من المواد التي تباع في السوق المغربي، وخاصة المادة التي لا تخضع للمراقبة. فإذا لا غتزيد في واحد المنتوج، لا غتزيد في القارو، راقبوا على الأقل الناس اللي تيكميو ياخذوا واحد السلعة سليمة وذات جودة عالية. ماشي أنا الهدف ديالي هو جيب المستهلك اللي خاصني نجبد منه الفلوس ونستعمل الصحة كدريعة، فهذا نرفضه بتاتا، لأن للمستهلك الحق في الاختيار، وله الحق في الحماية الاقتصادية، كما له الحق أن يعيش في أن يتمتع بصحة جيدة. فالإكيليبر أو التوازن بين الصحي وبين الاقتصادي صعب، ولكن نفضل بأن تكون هناك مؤسسة لمراقبة هذا المنتوج، لا من ناحية الجودة ولا من ناحية ديال السلامة، لأن على ما يروج في بعض النشرات الأخبارية أن السجائر التي تدخل إلى المغرب فهي غير قانونية ومضرة أكثر من السجائر التي تباع في الأسواق الأوروبية على سبيل الذكر أو الأمريكية.